يمكن حضرتك أشرت لدور مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص. حقيقة أنا محتاجة أربط النقطة دي مع الدكتور هاني صري الدين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ القانون ومؤسس مكتب صري الدين للاستشارات القانونية. دكتور هاني، أنا محتاجة أعود مع حضرتك لعنوان هذه الجلسة: فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، والربط بالنقطة الخاصة بدور يعني مؤسسات التمويل الدولي في دعم القطاع الخاص. إيه الفرص وإيه الآفاق وإيه اللي احنا محتاجينه في الفترة اللي جاية؟ شكراً جزيلاً. احنا النهاردة متفقين جميعاً على أنه الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي بما تعنيه الكلمة، لأن الاستثمار من أجل التشغيل، وأن الحفاظ على معدلات النمو التي تحدث عنها دولة رئيس الوزراء بالأمس، إن إحنا محتاجين عشان نشغل 1,000,000 فرصة عمل محتاجين معدل نمو سنوي 7%، ده لن يتحقق بدون الاستثمار في القطاع الخاص. عندنا تحديات إنه الاستثمار والإنفاق العام زاد خلال السنوات الماضية ويمثل من حجم الاستثمارات 85% تقريباً. هذا ليس شيء سيء، ولكن السيء هو أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفضت ولم تزد بنفس نسبة زيادة الاستثمارات العامة. فمحتاجين إن احنا نعيد هذا البالانس مرة أخرى من أجل التشغيل، تقليل معدلات البطالة، تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تحدث عنها دولة رئيس الوزراء، وهي المرتبطة بزيادة الصادرات. ده لن يتحقق إلا عن طريق نمو القطاع الخاص. أيضا هناك، وإحنا بنتكلم على دور مؤسسات التمويل الدولية، في نقطة في منتهى الأهمية. إحنا مع زيادة العجز في الموازنة وأعباء الديون الخارجية، لابد عشان نحافظ على الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية أن نعيد النظر مرة أخرى في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها، وهذا مسألة في منتهى الأهمية إن أردنا أن نحافظ على استمرارية الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية. وتحضرني هنا ربط الموضوع أو المسألة بمؤسسات التمويل الدولية، ما نسميه الآن بمشروعات المشاركة القطاع الخاص العام في البنية الأساسية PPP. بدايته كانت مع البنك الدولي، ويمكن من أهم المشروعات التاريخية في هذا مشروع سيدي كرير، محطة كهرباء سيدي كرير، وشرق بورسعيد وغرب السويس. وإحنا بنتكلم في هذا المنطلق، هذا المشروع اللي أعد ومول دراساته ومستنداته جميعها كان البنك الدولي، ويمكن نفقات هذا المشروع، هذه المستندات، تكلفت في حدود $1,000,000 في ذلك الوقت في عام 96. ومن أهم مزايا هذا المشروع اللي هو على فكرة تم تسليمه من أو بيتم تسليمه خلال هذه الأيام مرة أخرى إلى الدولة، لأن انتهت مدة الكونسيشن أو مدة الالتزام. هذا المشروع من أنجح المشروعات، وكان من أقلها تكلفة من حيث سعر الشراء، لأنه كان زي ما بيقولوا بانكبل وقابل للتمويل من مؤسسات التمويل الدولية. فدي كانت نقطة بداية، وده أحيانا بنفتقره في إعداد هذه المسائل، إن المستندات وما يتطلبه مشاركة القطاع الخاص لا يكون فاينانسبل ولا بانكبل، فما بلاقيش مؤسسات تمويل بتيجي تمول. فأنا لازم أبتدي الخبرة الفنية ومساعدة مؤسسات تمويل من البداية. وأنا بتكلم تاني، أنا هركز قوي على نقطة المشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية في هذا المؤتمر، لأنه بعد 97-98 أثير لغط في ذلك الوقت لما بدأت أزمة الدولار في 98 أن هذه المشروعات مسؤولة عن هذه الأزمة، في حين أن هذه المشروعات لم تكن، معالي الوزير، ما كانتش اكتملت بعد.
يعني لا كانت الدولة سددت ولا التزمت ولا كان المشروع دخل حيز النفاذ، واعتبروا أن التزام الدولة بالأوف تيك أو أنها تشتري هذا ده كان كفيل بالأزمة، رغم أنها كانت بريئة لأن المشروع لم يكن قد بدأ بعد أصلاً، وكان تسعير أنه أي فلوس بالدولار كانت طاقة كمان كانوا بيدفعوه بالدولار، فما كانتش المسألة، ده كان يمثل 70% من المشروع. اللي عاوز أقوله من هذا أن أحياناً هناك مفاهيم سياسية خاطئة أثرت، فأصبح الحديث عن مشاركة القطاع الخاص العام من خلال مؤسسات التمويل الدولية حديثاً محرماً من 2003-2004 تقريباً لغاية ما رجعنا تاني وصدر القانون في 2009، ثم أنشئت وحدة مشاركة القطاع الخاص في وزارة المالية. أنا برا من هذا المنبر أنه بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية دولة رئيس وزراء لازم نعيد النظر في هذا المشروع وفي طريقة عمل وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام. في رأيي أنها لم تؤدي الدور المرجو منها لا في عمليات تحديد المشروعات ولا في دعمها المالي والفني، وأتصور أن احنا محتاجين إعادة هذا النظر بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة كالبنك الدولي، لأن المرحلة الجاية محتاجين دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل وفي تشغيل مشروعات البنية الأساسية، خصوصاً أن المشروعات اللي تم الانتهاء منها هنيجي نتكلم على تشغيلها ومصاريف صيانتها والسستينابيليتي بتاعتها، فأنت محتاج القطاع الخاص حتى لا تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية. فأعتقد ده من الأمور اللي يجب أن توضع على أجندة الإصلاح بشكل قوي بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولي. القضية أيضاً المعاونة الفنية، أنا هنا مش هتكلم عن المعاونة الفنية المباشرة للقطاع الخاص، وإنما المعاونة الفنية للجهات الحكومية فيما يخص وضع استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص. وأنا معي دولة رئيس وزراء بحكم خبرتي السابقة عملي كرئيس هيئة سوق مال في الفترة من 2004 إلى 2007، وكنت عضو بمجلس إدارة البنك المركزي في ذلك التوقيت. نهضة القطاع المالي المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي المؤسسي اتبنت على المعاونة الفنية والاستراتيجيات التي تم وضعها من خلال مؤسسات تمويل دولية. يعني حضرتك بنتكلم على سياسات دعم، سياسات تصدير، مشاكل معوقات القطاع الاستثمار، وبالذات مسائل مرتبطة بالبيروقراطية. أنا محتاج هذه المعاونات الفنية بسرعة عشان أطلع هذه الاستراتيجيات بالمشاركة مع القطاعات الوطنية، فده مسألة في غاية الأهمية، إعادة توظيف مرة أخرى التعامل مع مؤسسات الدولية لإعادة الإصلاح المؤسسي في القطاعات الحيوية اللي احنا عاوزينها ولتمكين الاستثمار. النقطة الأخيرة مرتبطة بالتمويل، تمويل القطاع الخاص. طبعاً التمويل زي ما تم شرح بيكون عن طريق قروض ومنح ميسرة، لكن يهمني في هذا القطاع أيضاً إن في هذا الإطار إن أنا أتكلم على التمويل من خلال الاستثمار المباشر، لأن ده عنصر مهم جدا، من خلال سواء صناديق الاستثمار المباشرة السيادية أو من خلال صناديق الاستثمار رأس مال المخاطر. برضو في نقطة مهمة، دولة رئيس ومعالي الوزراء وزملائي الأعزاء هنا، برضو البرسبشن أو الانطباع العام. أنا فاكر في وقت من الأوقات بعد 2014-2015 كان هناك بعض الصناديق السيادية، أنا كنت عضو مجلس إدارة في بعض أحد هذه الصناديق، كنا متطوعين، كان البرسبشن العام أنه لا، الصناديق دي ما تجيش تستثمر في مشروعات خاصة ناجحة لأن ده منافسة وأن ده مش دورها وأن لازم تخش في مشروعات. لابد أن نعيد النظر في هذا، احنا لازم نشجع، لأن وجود هذه الصناديق يشجع استثمارات خاصة من المستثمرين الاستراتيجيين للدخول لهذه الدولة، لأنها
عنصر ميسر جدا، وبالتالي احنا محتاجين بشكل مهم جدا انه يزيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار المباشر في القطاع الخاص، لانه بتكلم هنا على زيادات رؤوس اموال وتيسير وتسهيل وتسويق دخول القطاع الخاص الاجنبي في المشروعات القائمة والتوسعات اللي موجودة. فده ارجو برضو ان يكون على اجندة وزارة التعاون الدولي. انا هتوقف عند هذا الحد، وارجو ان احنا نكون اوجزنا في اهم النقاط من وجهة نظري فيما يتعلق بالتعاون الدولي مع مؤسسات التمويل الدولية. شكرا جزيلا.